ولتسليط الضوء على حملة الاعتقالات التي تقوم بها حكومة الكاظمي على بعض المسؤولين بزعم محاربة الفساد، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله. أستاذ حسين، حملة الكاظمي التي طالت العديد من المسؤولين السابقين وهي حملة ضد الفساد كما هو معلن، أولا كيف تقرؤون هذه الحملة؟ في أي إطار تأتي؟ يعني اولا اي حمله ضد الفساد ايا كان الفاسد، سواء من الخط الاول او الثاني او الثالث او حتى لو كان فراش في وزاره، فهي خطوه بالاتجاه الصحيح. نحن نعتقد ان الكاظمي بدا هذه الحمله على الخط الثاني من حيتان الفساد، لحد الان هو لم يصل الى الخط الاول من الفساد، وهذا هو اس المشكله واس الفساد اللي موجود في العراق، لكن تبقى هذه الخطوه تحسب للكاظمي إن استمر عليها واستطاع أنه يواجه هذا الخط الثاني بكامله، لأن هو الخط الثاني من الفساد هو حلقة الوصل ما بين صغار الموظفين وحيتان الفساد. نعم. وأعتقد أثناء هذه الاعتقالات إن كان هناك تحقيق شفاف سيحصل الكاظمي على معلومات قيمة جدا وإدانات على حيتان الفساد لا تتعبه أثناء الاعتقال إن أراد ذلك، وسيكون أمامه كم كبير من المعلومات تدين جميع هؤلاء الفاسدين، وأنا أقصد حيتان الفساد. نعم. أما الاقتصار على المدراء فقط فأعتقد ستتدخل القوى السياسية، يعني هؤلاء المدراء هم إما ينتمون لأحزاب أو لكتل سياسية، لا يوجد شيء اسمه مستقل في الحكومة العراقية على مستوى مدير عام. نعم. فلا بد أن لهم أحزاب ولهم كتل سياسية ستبدأ بالدفاع عنهم، وقد يجوز الكاظم يدفع ثمن منصبه من خلال البرلمان إذا ما مس حيتان الفساد ورؤوس الفساد. نعم. في الدولة العراقية. وكما تلاحظ الحملات الأمنية في الحالية تقوم باستهداف الفاسدين من المسؤولين السابقين، هل يمكن أن تشمل الحملة بعض المسؤولين الحاليين الذين ما يزالون يزاولون مهنتهم وفسادهم؟ لا، أنا أعتقد هذا الأمر سابق لأوانه، الكاظمي لا يستطيع أن يمس هؤلاء في الوقت الحاضر على الأقل، لكن أعتقد هي خطوة أراد الكاظمي أن يجمع معلومات كبيرة، ومن هنا الكاظمي لا يستطيع أن يحاسب إلا بتدخل دولي، وأعتقد هذا الأمر يريد أن يمسك عليهم ملفات لمرحلة قادمة أو يستخدم معهم لي الذراع في ما يحصل عليه من معلومات من خلال الفاسدين الذين سيعتقلهم. نعم. أما السابقين نعم، هناك يعني تم اعتقال بعض المسؤولين، ولكن الأمر لا يقتصر على أربعة، علينا أن ندرك أن هناك مئات الدرجات الخاصة ومدراء العامين، لا يمكن أن تقتصر على أربعة وينتهي الفساد في العراق. الفساد. نعم. المستثمر في العراق أفقي وعمودي وعلى كافة المستويات، هذا ما يجب أن نعلمه. سنأتي للسؤال عن هذه النقطة، لكن إذا كان الكاظمي يهدف إلى محاربة الفساد فلماذا تتضمن تعييناته الأخيرة أسماء متهمة بالفساد بحسب بعض الأحزاب؟ يعني هو من أين سيأتي بالمسؤولين على المستوى الدرجة الخاصة والوزراء والمدراء العامين؟ لابد أن يكونوا من هذه الكتل السياسية. هذه الكتل السياسية المعروف عنها لا ترشح إلا من تستفاد منه، وإلا ولا بد أن يكون فاسدا حتى يستطيع أن يرضي رئيس الحزب ورئيس الكتلة. كيف سيرضي إذا هو المنصب يباع له بيعا بملايين الدولارات؟ ما هو عملية الفساد في العراق معقدة ومتشابكة ومرتبطة شيئا فشيء بشيء. لهذا السبب أنه لا يمكن أن يكون هناك مدير عام بدون أن يرضي المسؤول الذي جاء به، وهؤلاء جميعهم فاسدين، فبالتالي الأمر يعني متعلق. ما زال أنا أقول أنه هؤلاء الخط الثاني من الفاسدين هم حلقة الوصل ما بين الصغار الموظفين وما بين رؤساء الأحزاب والكتل. نعم. السياسية المتهمة بالفساد. بالعودة إلى النقطة التي تطرقت إليها قبل قليل سيد حسين، هيئة النزاهة تقول بأن ما يزيد عن 479 ملف استرداد دولي بحق مسؤولين مدانين هاربين خارج البلاد، لماذا لا يبدأ الكاظمي بهم؟ أما أن هناك عملية حماية مبطنة من عدم ملاحقتهم؟ لا، من باب أولى أنه يبدي بالداخل، لأن هناك احتاج أنتربول، والأنتربول يحتوي خصوصا القضاء العراقي عليه. نعم. اتهامات كثيرة، فموضوع بالخارج الآن ممكن أن يكون من خلال العلاقات الدولية ما بين الكاظمي والدول الأخرى، هذا أمر. أما الآن هو عليه أن يبدأ بالداخل، والداخل أسهل وأهون عليه إن أراد فعلا أن يحارب الفساد. لكن أنا ما زلت أشكك في هذه العملية، أنه لا يستطيع الكاظمي أن يعالج
قضية الفساد في العراق لأنها أكبر من الكاظمي، هي هذه القصة، لأنه أكبر بكثير. اليوم أعطيني حزب لا يوجد فيه فاسدين، أعطيني كتلة سياسية لا يوجد فيها فاسدين، من هؤلاء الأحزاب والكتل؟ هم الدولة العراقية المتشكلة ما بعد 2003، هكذا هي الأمور. نعم، بعض النواب تعليقا على حملة الكاظمي ضد الفساد قالوا إنه سيواجه صعوبة كبيرة في التحقيق مع المقبوض عليهم، لماذا برأيكم؟ والله أنا لا أعتقد أن يواجه صعوبة كبيرة، لأنه من اعتقل هو متهم بالفساد والأدلة موجودة ودامغة، وأصغر مواطن عراقي يدرك هذه الحقائق ويعرف هذه الحقائق، كيف سيواجه مشكلة؟ سيواجه مشكلة من خلال المتنفذين الذين يدعمونهم، هذه نعم، أما من خلال التحقيقات وصعوبة المعلومات فالأمور واضحة وضوح الشمس. تمام، ماذا عما قالته لجنة الأمن والدفاع النيابية من أن الاعتقالات القادمة ستشمل أسماء كبيرة متهمة بالفساد، هل تتوقع ذلك؟ لا أعتقد أسماء كبيرة، ولكن أريد تضخيم الموضوع، على مستوى مدير عام يعتبروه يعني أسماء كبيرة، أو وزير مستقيل، أو يعني انتهت ولايته، هؤلاء الأسماء الكبيرة من وجهة نظرهم، بينما من وجهة نظر الشعب العراقي أنه الحكومة الحالية، الجهات السياسية الكبرى في الدولة العراقية، رؤساء كتل، رؤساء احزاب، هؤلاء هم الجهات الكبيره، وهذا ما لا يستطيع الكاظم ان يصل اليه. نعم، اشكرك جزيلا الاستاذ حسين السبعاوي، كاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من اسطنبول.